بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماسك شهري رائع جدا لتنقية وتنظيف مسام البشرة بعمق، يعمل على تفتيح لون البشرة خصوصا بالذات للبنات أو للسيدات اللواتي يستخدمن المكياج دوما. هذا الماسك الشهري رائع جدا لتفتيح لون البشرة وإعطائها الإشراق والنضارة. نحتاج في هذه الوصفة إلى زبادي طبيعي أو يوغرت أو روبا زبادي طبيعي. نحتاج ل 2 ملاعق شاي من الزبادي الطبيعي أو الروبا، قلت اليوغرت الطبيعي، ونحتاج لكبسولات الفحم. كبسولات الفحم متواجدة عند الصيدلية، اسألي الصيدلية عن كبسولات الفحم. كبسولات الفحم، هناك نوعين من كبسولات الفحم، النوع السائل وهناك كبسولات الفحم التي يمكن طحنها واستخدامها في الوصفات. نقوم بإفراغ محتوى كبسولة الفحم، لها رائحة طيبة جدا بهذا الشكل. ونخلط المكونين مع بعض بهذا الشكل حتى الحصول على ماسك رائع جدا لتنقية البشرة وتفتيحها وتبييضها كذلك، ويعمل كذلك على إزالة الرؤوس السوداء بهذا الشكل. على بشرة نظيفة دائما يجب غسل البشرة قبل تطبيق أي ماسك. يطبق هذا الماسك على كامل الوجه والرقبة، يترك ثلث ساعة ثم يغسل، وتقوم بتمرير مكعب ثلج على بشرتك وتمسحي بقطن بشرتك بماء الورد، طبعا في حالة ما إذا كانت بشرتك لا تتحسس من ماء الورد، وبعدها رطبي بشرتك. وقت استخدام هذا الماسك في الوقت المناسب لك الذي تكونين فيه مرتاحة. بالنسبة لأنواع البشرة، هذا الماسك صالح لجميع أنواع البشرة، لكن صاحبات البشرة الحساسة يجب عمل اختبار تحسس للبشرة من هذا الماسك. قلت هذا الماسك رائع جدا بالذات للواتي يستخدمن المكياج دوما، ستلاحظون نضارة ونظافة وتفتيح في البشرة. قلت كبسولات الفحم موجودة بالصيدليات، هناك نوعين، هذا النوع السائل وكبسولات الفحم التي يمكن طحنها واستخدام بودرة كبسولات الفحم. خذي كبسولة واحدة في هذه الكمية، يعني 2 ملاعق شاي من الزبادي مع كبسولة فحم من النوع الذي يمكن طحنه. هذه قلت الوصفة أو هذا الماسك يستخدم مرة واحدة فقط في الشهر. هذا الماسك آمن الاستخدام للحوامل، للمرضعات، للبنات الصغار كذلك من عمر 15 سنة فما فوق، يمكنهم استخدام هذا الماسك كذلك لإزالة الرؤوس السوداء وتفتيح لون البشرة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.